بوليس. قبضوا عليهم ليفسدوا مخططاتهم ويقضوا على أحلامهم. آسيويون امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها ليقوموا ببيعها كقطع غيار بعد اتخاذهم من أحد المزارع المستأجرة من الحارس بمبلغ يتراوح ما بين 2,000 إلى 4,000 درهم لليوم الواحد وكراً لهم. يزاولون منها أنشطتهم الإجرامية بعيداً عن الأنظار ووفقاً لما تبادر إلى أذهانهم، إلا أن الأعين الساهرة كانت لهم بالمرصاد. قبل كل عملية سرقة يقوم باستئجار إحدى المزارع من الحارس دون علم مالكها وتحويلها إلى ورشة نمارس فيها عملية تفكيك وتجزئة المركبة المسروقة، ثم بيعها كقطع غيار على محال بيع قطع غيار السيارات المستعملة بأرخص الأسعار لنتقاسم قيمة البيع بيننا. وبسؤال أحد أفراد العصابة عن سبب إتلاف لوحات المركبات المسروقة قال: نقوم بإتلاف اللوحات ومحو رقم قاعدة المركبة المسروقة لإخفاء أي دليل تستدل به الجهات الأمنية على موقعنا، إلا أننا في نهاية الأمر تم إلقاء القبض علينا.